ما انا هلا اللي بفل ما حدا حيشتاق له بقى ما حيدوق الشعور كمان اصلا شوف كم واحد فينا نفسه الثاني يفل من كتر ما هو زهق من الثاني ايه لا يعني نفسي انا نفسي اغمض وافتح عيني نسيم مش موجود ولا كده انا عمال اغمض عيوني افتح مان خلاص بحس بحب الشعور حرام يا اخي حرام اربع سنين ما بشوفش نفس الخلقه بس اول مره انا بدي احاول انزل انا بدي خلاص بقى حرام نسيم كفايه كده خلاص انا بشوف غير عالم خايف خلاص مش مظبوطه يعني مش عارف اعرف صوت اهلي شو هو مال كيف انا والله العظيم بحس هلا لدى حدلش كمان 9 ايام تنسى شكلك شو او انت او مروان او انسى شكل الهون الاوضه انا اصلا ما غير يا جماعه 4 اشهر وحيات الله نحن كنا نقول اول جمعه كنا نقول واو 4 اشهر مين بيضايم 4 اشهر خلصوا بجد خلصوا بجد فعلا والاحلى من هيك تذكر شو عملت نهار بنهار تنسى ولا الهوى بتقول انت روتين انه بدك بتعرف شو بتعمل انه بدل يجي بس ايش بتذكر يوم اللي لعبنا 1 2 3 1 المايه عشان استعملها امبارح مثلا 1 2 3 سان 1 2 3 سان كان انيس وعلي كان علي بعده هون كنتوا بالاردن ايش بتحكنا يوم ايش بتحكنا موبايل كان بعده هون ايه موبايل موبايل يقبرني قلب 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 مان قلب قلب على الموديل وعلى الخلقه وحياه قلبي مان برني شكلها ست 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 موديل موديل موبايل كثير بحبها موبايل يقبرني موريرا بكتني بكتني من البرايم انا عم تاكد قل لي ميسي وميسيو والله عم تقول لك كنا جايز هلا وحياه قلبي ما حد اشتاق انا كثير حاشتاق لكل شيء رغم شو نط شو في برا وشو تنعجب بشغله حتقعد هيدا اللحظه بعد الظهر تطلع هيك نسمه هواء قاطعه لك خلص بقى تطلع هيك مان تتذكر كل شيء طبعا تتذكر بالاوقات الصبح 9 الصبح كل يوم كل ما تسمع صوت الدجاجه حتتذكر كنا كانوا يوعونا بستار اكاديمي على قق 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 وجارة شنقد وأنا هالقد صدقني بس مش أول جمعة إذا بعد الأكاديمي فيني وشوش أصحابي ولا أخفت إنه بتذكر لا ما بيصير يا الفكرة إن أنت حياتك عموما لفترة طويلة حتى لما هتبقى مع نفسك في مرة وتيجي تسرح من أكتر حاجات اللي هتسرح فيها الفترة شو بقى شو بقى غير حياتك التجربة يعني حتى لو بعد سنة لو بعد حياتك اللي عم بتعيشها ورا هون يعني ورا هون يعني من هون بلشت حياتك تعتبر انت يعني ربح يعني ستار اكاديمي واحد ستار اكاديمي اثنين وقعد في ستار اكاديمي ولسه متذكرين على العالم يعني ايوه طيب وطلعت من برايمات يعني لا انا بتكلم انت شخصيا لما بعد سنه حتى العالم حتصير بدك تتذكرها عم تتخيل انه مثلا محمد عباس كان بالسيزون اللي بعد بتعرف شو بحس انا؟ بتعرف شو بحس بالسيزونز الجايه هلا جايين؟ بحس انه نحن نقطه تحول نحن نقطه تحول من ستار اكاديمي القديم صار اكاديمي رح يجي ما حيبلشوا ياخذوا اصوات حيبلشوا ينبشوا على اصوات يعني حيبلشوا ينطلق من هيدا السيزون طلق اصوات لا اصوات وشخصيات مع بعض حاولوا يعملوا تكافؤ بقى يعني ولا صوت بس بحس نحن هالسنة غير كليا نحن هالسنة كنا غير كليا يعني اصلا بيحضر من جد لبنان بوب تونس كمان عليه نحن علي لبنان احنا قال لك تونس لبنان بقى هيك بحس بحس ما بيجي اخبار بعد هيك تونس لبنان نفس النسبة ذكرني شو عم اقول لك بحس ما بيجي بقى سنه كيف مثل مين مثل هالسنه ما بحس بيجي مثل هالسنه ما بتعرف بس كنا ايام جوزيف مين قال كانوا لا كانوا مثلا السنه الماضيه اكتيفيتيز وكذا وايه بنلعب واو بس ما كان في يعني اجتهاد اقول لك على حاجه مروان ما كان في سقاله ما كان في هضامه ما كان في هالطاقه بتضحك لا بس اقول لك على حاجه هالقد في تعليق على الشيء عم نعمله في سنين كل سنه ليها في شيء مميز يعني انا لحد دلوقتي واخد وفاه على ستار اكاديمي انا ممكن وفاه على ستار اكاديمي 3 افتكر ستار اكاديمي 3 واو 5 واو 5 واو تاريخ على ستار اكاديمي جيت هون هلا عم تعمل شيء هلا صرنا هلا ما بتعرف انت وحياه انه بتعرف انت بس هلا ما مش اذا بيعرفك العالم ولا بس هلا حس حالك ببيتك هلا حس حالك ما في شيء حس حالك ما في شيء تطلع لبرا تشوف الرياكشن تبع الناس كيف بتحب فهمت علي تفهم شو وين كنت انت باي مطرح وكيف كنت تحضر حالك على الهواء